نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. ريف اللاذقية بجباله وقممه وفي ظل استعار الجبهات الداخلية يشهد هدوءا من حيث الاشتباكات، لكن هذا لم يمنع محاولات التسلل المتكررة من قبل المجموعات المسلحة القادمة عبر الحدود وبعلم السلطات التركية، حيث تسعى للسيطرة على المراصد والقمم رغم التمترس والترصد لها من قبل الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني. وتنشط هذه المحاولات ليلا وعند الفجر، يستغل فيها المسلحون الحدود السورية التركية ممتدة والمتداخلة. نحن الآن في منطقة الملك هنا في ريف اللاذقية، هذه المنطقة كباقي القمم يعمل المسلحون جاهدين للوصول إليها. هذه المنطقة تطل على عدة مناطق ما زال المسلحون متواجدين فيها. آخر محاولات التسلل كانت من منطقة جورة الماء، ومن هناك يمكن رصد هذه المدرسة التي تعتبر تجمع للمسلحين، عملوا منذ أيام للوصول إلى منطقة سولاس وإلى هذه المنطقة هنا منطقة الملك لاستعادة السيطرة عليها. الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لهذه القمة هي أنها تتوسط أماكن ما زال المسلحون مسيطرون عليها. المجموعات المسلحة التي تسعى للسيطرة على نقاط استراتيجية تهدف لتخفيف الضغط على الجبهات الداخلية، معتمدة أساليب الترهيب إلى جانب التسلل، حيث شهدت اللاذقية في الفترة الأخيرة سقوط عدة قذائف على أطرافها وفي بعض القرى التي لا تبعد كثيرا عن أماكن تواجد المسلحين في الريف الشمالي الشرقي. كان لهم تحركات كثيفة في الفترة الماضية خلال فترة رأس السنة وبعد رأس السنة، يعني نتعرض لاشتباكات قوية، ترفق هذه الاشتباكات بقذائف الهاون، وأثناء الاشتباك في القناصات والرشاشات بكيسي وجميع أنواع الأسلحة. الجبهة الساحلية بتوقف عملياتها العسكرية ربما تكون مرهونة بمجريات الأيام القادمة التي تتحكم فيها العملية السياسية بالوقائع وباتخاذ القرار لعملية عسكرية كبرى تسترجع فيها الحكومة السورية كامل الجغرافيا الحدودية مع تركيا. ليندا المرقبي، ريف اللاذقية. بالطبع تشتد وتتسع رقعة المعارك بين المجموعات المسلحة، خصوصا بين داعش وجبهة النصرة وما يسمى الحر من جهة ثانية. بالطبع في حلب هناك اتساع كبير لهذه الاشتباكات في العديد من المناطق، الأبرز كان هو دعوة الجولاني قائد جبهة النصرة لأن يكون هناك تهدئة. كان هناك رد غير مباشر من قبل داعش، وهو أنها ستقوم بالتصعيد عملياتها خلال الساعات القادمة، واعتبرت أن كل عضو من الائتلاف ما يسمى الائتلاف المعارض هو هدف لها، وهذا ينذر بالتصعيد من العمليات وربما تتسع إلى العديد من المناطق. وهنا كذلك لابد أن أشير إلى نقطة عبير، حسب المعلومات أن هناك الطرف السعودي الذي يضغط الآن من أجل التصعيد خلال هذه الفترة لإيقاف إذا ما كان هناك عقد لمؤتمر جنيف أو لقاء بين القوى السياسية السورية وبعض الدول التي تشرف على هذا المؤتمر. الآن في حلب خسرت داعش المركز الرئيسي لها وهو في حي قاضي عسكر بمشفى الأطفال، كان هذا يعتبر المقر الرئيس لداعش، أصبح الآن بالكامل يعني تحت سيطرة المجموعات المسلحة الأخرى، حيث تتواصل هذه الاشتباكات في العديد من المناطق. حسب المعلومات كذلك أن داعش استقدمت تعزيزات لها من دير الزور ومن الرقة باتجاه حلب من أجل يعني الحفاظ أو محاولة الحفاظ على بعض المناطق التي خسرتها واستعادة هذه المناطق في الرقة وفي الحسكة. كذلك المجموعات المسلحة ارتكبت مجزرة بالأمس بحق عدد من الأكراد بعد أن دخلت إلى إحدى البلدات تل حميس وقامت بقتل الأهالي هناك والتنكيل بجثثهم، وحتى عرضوا بعض الضحايا ومن بينهم نساء كنا يتواجد
وجدنا بين يعني الأشخاص الذين تم قتلهم. في دير الزور الآن كذلك هناك اتساع لرقعة الاشتباكات بين داعش والمجموعات الأخرى، وما زالت مستمرة العمليات في العديد من المناطق. بالتزامن مع ذلك الجيش السوري يواصل عملياته في العديد من الأحياء. النقطة الأبرز حسب المعلومات كذلك اليوم من المفترض أن يخرج حوالي 200 مدني من مخيم اليرموك ضمن المبادرة، وسيتم كذلك استقبالهم من قبل الجهات الإنسانية السورية لتأمين المأوى لهم. وهنا كذلك نقطة جدا مهمة عبير، أن المجموعات المسلحة الموجودة داخل مخيم اليرموك ما زالت تمنع تنفيذ مبادرة الفصائل الفلسطينية، وتمنع حتى الأهالي من الخروج من داخل المخيم، تتخذهم كدروع بشرية وترفض حتى إذا كان هناك عدد من المسلحين يريدون تسليم أنفسهم. وإلى الملف السوري، حيث رحبت الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بشحن الدفعة الأولى من الأسلحة الكيميائية السورية لنقلها خارج البلاد. وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن نقل الدفعة الأولى من الترسانة الكيميائية السورية على متن سفينة دنماركية، ومن المقرر أن تبقى السفينة بالقرب من الساحل في البحر بانتظار وصول مواد كيميائية إضافية ذات أولوية إلى المرفأ. وبالعودة إلى سوريا، سقط المقر الرئيس لتنظيم داعش في حلب شمال سوريا بأيدي فصائل مسلحة معارضة، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقد أظهرت صور نشرتها مواقع للمعارضة لعشرات من القتلى، تفيد معلومات بأنهم مقاتلون من داعش أعدمتهم القوى المهاجمة. المعارك بين داعش من جهة والتنظيمات الإسلامية المتشددة من جهة أخرى دخلت مرحلة جديدة مع تهديد داعش بسحق مقاتلي المعارضة. أمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني دخل على خط المعارك برسالة صوتية طرح فيها مبادرة للحل بين المتقاتلين. محمد محسن والتفاصيل. تأخذ المعارك بين الجبهة الإسلامية وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام منحا تصعيديا. ما زالت الاشتباكات تتركز في مدن الشمال والشرق السوريين، ولا سيما الرقة وحلب ودير الزور وأريافهما، إضافة إلى ريف إدلب. معارك عسكرية تنعكس في السياسة. رصد تنظيم الدولة الإسلامية أموالا لمن يقتل قادة من الائتلاف المعارض أو هيئة أركان الجيش الحر، وخيرهم بين القتال أو التبرؤ علنية من قتال التنظيم. إن الدولة الإسلامية في العراق والشام تعلن أن الائتلاف والمجلس الوطني مع هيئة الأركان والمجلس العسكري طائفة ردة وكفر، وقد أعلنوا حربا ضد الدولة وبدأوها، لذا فكل من ينتمي لهذا الكيان هو هدف مشروع لنا في كل مكان. المعطيات الميدانية تشير إلى أن ما يجري يشبه حرب إلغاء، حرب يجد كل طرف مبرراته لشنها. سيطر تنظيم داعش على غالبية مدينة الرقة، قتل أمير حركة إحرار الشام في المدينة ورئيس هيئتها الشرعية، وبحسب مصادر صحفية أعدم التنظيم من أسره من الجبهة الإسلامية وجبهة النصرة. وفي المقابل تتقدم القوى المتحالفة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في أرياف دير الزور وإدلب، فيما تستعر المعارك في حريتان بريف حلب، واقع دفع بأمير جبهة النصرة أبو محمد الجولاني إلى طرح مبادرة حل. إن هذا الحال المؤسف دفعنا لأن نقوم بمبادرة إنقاذ للساحة من الضياع، وتتمثل بتشكيل لجنة شرعية من جميع الفصائل المعتبرة وبمرجح مستقل، ويوقف إطلاق النار، ويجري تبادل المحتجزين من كل الأطراف، وتحظى الخطوط الأمامية في قتال النظام بالأولوية الكبرى، وتفتح الطرق للجميع.
هو صراع دخلته المجموعات المتشددة المسلحة، كان متوقعا ولا سيما في ظل الأجواء المتوترة بين التنظيمات المتحاربة اليوم. الفصائل الإسلامية أبدت تململها من ممارسات تنظيم الدولة، والتنظيم اتهمهم بقتال المجاهدين. التنظيمات الإسلامية المتشددة في سوريا برميل بارود انفجر في أصحابه. ومن حلب ينضم إلينا الصحفي خالد إسكاف. خالد، ما هي آخر التطورات الميدانية؟ ومن فضلك انقل لنا الصورة من حلب المدينة وحتى الريف الحلبي، تفضل. نعم، ما زالت الاشتباكات مستمرة بين داعش والفصائل المعارضة المتمثلة بجيش المجاهدين والجبهة الإسلامية لليوم الخامس على التوالي في حلب وريفها، حيث أعلنت الجبهة الإسلامية اليوم سيطرتها على المقر الرئيسي لداعش في حي قاضي العسكر المتمثل بمشفى العيون أو مشفى الأطفال بعد مواجهات مع مسلحي تنظيم داعش. وقد نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا تعود لجثث عشرات القتلى تعود للجبهة الإسلامية والجيش الحر وهم مكبلي الأيدي. عرف من بين القتلى قائد كتيبة أبو عبيدة الجراح أبو جميل عنجريني في سجون داعش. انتقالا إلى الأحياء الشمالية لمدينة حلب، أعلن لواء شهداء بدر التابع لكتائب الجيش الحر سيطرته على أحياء الهلك وبستان الباشا والحيدرية بعد انسحاب داعش من تلك المناطق. انتقالا إلى الريف الحلبي، يبدو أن الاتصال انقطع مع الزميل الصحفي خالد إسكاف، كان معنا من حلب. بكل الأحوال شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات خالد. ننتقل إلى مشارف المعظمية، ومعنا من هناك مراسلة الميادين ديما نصيف. ديما، معروف عن الاتفاق المعظمية، لكن يحكى أن هناك أعداد جديدة تسلم نفسها إلى الجيش السوري، ماذا في تفاصيل هذا الخبر؟ نعم سلمى، بالفعل كان هناك تسليم دفعة جديدة من المسلحين من مسلحي المعظمية لنفسهم إلى الجيش السوري، طبعا ضمن إطار ما يعرف باتفاق المعظمية والذي بدأ العمل به منذ حوالي 10 أيام. هذه المجموعة أيضا سبقها يوم أمس تسليم 40 شخصا لنفسهم أيضا للجيش السوري، وكان من بينهم جرحى وكذلك أيضا أطباء كما علمنا من المصادر العسكرية، وهم كانوا يتولون علاج الجرحى داخل المعظمية. طبعا نحن على مشارف هذه المنطقة، هذه المنطقة التي ربما لن تخضع لعملية عسكرية إذا ما تم سير الاتفاق فيها كما هو مرسوم له، وإن كان بوتيرة بطيئة إلى حد ما على عكس ما كان متوقع منه، ولكن بكل الأحوال تفاصيل هذا الاتفاق تجري مع يعني إذا ما صح التعبير مع إعادة بناء الثقة بين الطرفين لاستكمال بنود هذا الاتفاق، الذي في حال تم استكمال تسليم جميع المسلحين لأنفسهم داخل منطقة المعظمية إلى الجيش السوري سيكون هناك دخول للجيش وأيضا دخول للمساعدات الغذائية للمدنيين أو لمن تبقى من المدنيين داخل هذه المنطقة. طبعا منطقة المعظمية كما نشاهد في عمق الصورة هي واحدة من مناطق جنوب غرب العاصمة دمشق، وهي منطقة متاخمة لمنطقة دارية، أيضا منطقة دارية اليوم، والتي يعني أيضا يحكم الجيش السوري حصاره على بعض المسلحين فيها أو ما تبقى من مسلحين فيها. كان هناك عملية كما علمنا من المصادر العسكرية اليوم لتسلل بعض المسلحين إلى هذه المنطقة، وأيضا تم التعامل مع هذه العملية وإحباط عملية التسلل، رغم أن المسلحين تمكنوا من الدخول إلى بعض أطراف منطقة دارية، لكن تمت المعاملة سريعا معهم كما قالت لنا المصادر العسكرية. أيضا بالمقابل طبعا سلمى، هذه التسوية التي تجري في المعظمية والتي ربما تكون في دارية، ولكن بكل الأحوال أيضا دارية كان المسلحون قد عرضوا مسلحي المعظمية من أجل إفشال الاتفاق إلى رمايات من أسلحتهم. كان هناك استخدام لرشاشات الدوشكا، اقتربوا من مناطق وجود المسلحين في منطقة المعظمية من أجل منعهم أو إحجامهم عن استكمال الاتفاق. طبعا هناك اتفاق بطبيعة الأحوال مستمر في منطقة برزة على صعيد مماثل لما سيجري في المعظمية وإن كان بوتيرة أوسع. نعم، طب يعني طالما نتحدث هنا عن برزة، هل يمكن أن تخبرينا أكثر عن سير العملية العسكرية هناك الآن؟
نعم، يعني لا تزال الأمور بالنسبة لبرزة طبعا هي يعني تسير بموجب يعني كما هو مرسوم من قبل الجيش السوري لهذه المنطقة. هناك اتفاق أيضا بالمقابل قد يمنع عملية عسكرية واسعة كانت متوقعة في هذه المنطقة، ولكن هناك أيضا تسوية ومحاولة للوصول إلى ما يشبه أو ما تم الوصول إليه في منطقة المعظمية أيضا من أجل إدخال المساعدات وأيضا الوصول إلى المدنيين المتواجدين في تلك المنطقة. بكل الأحوال يعني وضع برزة هو أفضل بكثير من باقي مناطق محيط دمشق، وطبعا بعد معاناة المسلحين من حصار خانق على هذه المنطقة. نعم، أيضا ذكرت هنا محيط دمشق. ديما، هل القتال بين المعارضات بين داعش والمعارضات المسلحة هو محصور فقط في الشمال السوري، أم أن المشهد أيضا يتكرر في الريف الدمشقي؟ في الحقيقة سلمى يعني يبدو أن عدوى الاقتتال بين داعش والجبهة الإسلامية أو بقية الفصائل الإسلامية المسلحة وربما يكون أغلب عناصرها من السوريين هو انتقل بالفعل إلى مناطق الغوطة الشرقية. يوم أمس كان هناك اقتتال كبير كما نشرت مواقع المعارضة وأيضا تنسيقيات التابعة للمعارضة المتواجدين في تلك المناطق، وخاصة أنا أتحدث عن منطقة حلسته وهي في إلى الشمال الشرقي من مدينة دمشق. هذه المنطقة شهدت اقتتالا بين داعش والجبهة الإسلامية يوم أمس، ويبدو بأن هناك توسيع لرقعة الاقتتال بين داعش والجبهة الإسلامية حتى إلى مناطق محيط مدينة دمشق أو يعني بالأحرى مناطق الغوطة الشرقية. طبعا حرستا هي منطقة متاخمة لمنطقة دومة التي تعتبر معقل جيش الإسلام وهو أكبر الفصائل وأشدها قتالا من فصائل الجبهة الإسلامية وطبعا قائده زهران علوش، وبالتالي قد يعني يؤدي هذا الاقتتال إذا ما توسعت رقعته بشكل أكبر إلى تحديد مصير دومة ربما عسكريا وأيضا عبر ربما أيضا بالمقابل التي تقع إلى الشمال من دومة وهي منطقة طبعا تشهد دخول المسلحين وأيضا طوق من قبل الجيش السوري، وهذه المنطقة دخلها بأعداد كبيرة جيش الإسلام بشكل أساسي. وأيضا هناك استحقاق آخر ستواجهه هذه المجموعات كما يقول مراقبون هنا سلمى بأن هذه المناطق هي أشبه بجيوب محاصرة من قبل الجيش السوري، وبالتالي طريقة القتال فيها هي مختلفة جدا عن الشمال السوري الذي تخضع أغلب مناطقه لسيطرة المعارضة المسلحة هناك أو لسيطرة المسلحين. ديما، مهم هذا الكلام، هل لنا أن نجول بالكاميرا ونستفيد من وجودك في هذه المنطقة أو النقطة المشرفة على المكان التواجد من فضلك، ونشرح أكثر عن أهمية هذه المنطقة كما نعم كما تحدثنا سلمى. طبعا هذه المناطق هي مناطق إلى الجنوب الغربي من مدينة دمشق وتعتبر طبعا هي مناطق مفتاح الغوطة الغربية، وبالتالي من ذلك يعني كان الجيش السوري حريصا على أن لا يكون هناك يعني ربما محاولات أو يعني لجأ الجيش السوري بالحصار هذه المناطق لمنع المسلحين، لأن هذه المناطق هي أولا مدخل الغوطة الغربية وأيضا نقطة الوصل بين الغوطة الغربية والغوطة الشرقية، وبالتالي بحصار الجيش لمنطقة المعظمية حصرا والتي هي تخضع إلى حصار منذ فترة طويلة جدا قبل أن يكون هناك إبرام لهذا الاتفاق. هذا الفصل يعني تمكن الجيش بحصاره لمنطقة المعظمية من فصل الغوطتين بعضهما عن بعض، وبالتالي منع تسلل المسلحين بين هذه المناطق وأيضا قطع عليهم طريق الأمداد وشريانات الأمداد بين هاتين المنطقتين، وهما مناطق طبعا نحن نتحدث عن مناطق تصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر مربع. الغوطة الشرقية وحدها هي حوالي 450 كيلومتر مربع، وأيضا بالمقابل بالإحكام السيطرة وبإحكام سيطرة الجيش السوري على منطقة المعظمية وأيضا اليوم بوصوله إلى هذا الاتفاق هو يعني شيئا فشيئا ينهي واحدة من أهم الجبهات في المناطق المحيطة بمدينة دمشق، وأيضا بالمقابل هو ينهي مع برزة ينهي واحدة من أهم جبهات سقوط الهاون أو انطلاق الهاون باتجاه العاصمة دمشق. ديما نصيف، كنت معنا من مشارف المعظمية في سوريا، شكرا جزيلا لك على كل هذه الصورة وهذه المعلومات التي قدمتها لنا. سياسيا، أرجأ الائتلاف السوري المعارض إلى 17 من كانون الثاني يناير المقبل قراره المتعلق بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2. الجمعيات العامة للائتلاف قررت تعليق المداولات بعد أكثر من يومين من النقاشات الحادة بين أعضائها المجتمعين في إسطنبول. قبل عقد هذا الاجتماع أعلن المجلس الوطني السوري أنه لن يحضر المؤتمر.
وقبل أيام من انعقاد مؤتمر جنيف 2 وقبل لقاء أمريكي روسي منتظر في باريس، نائب وزير الخارجية السوري يزور طهران ويشدد على وجوب مشاركتها في المؤتمر. هذا في وقت علمت فيه الميادين أن وزير الخارجية الإيراني سيبدأ خلال الأيام المقبلة جولة إقليمية تركز على الأزمة السورية. تتسارع عقارب الساعة لانعقاد مؤتمر جنيف 2 ويتسارع ترتيب الأوراق. زيارة مفاجئة لنائب وزير الخارجية السوري إلى العاصمة الإيرانية، محورها الرئيس التحضيرات لجنيف 2. نؤكد على أهمية حضور الجمهورية الإسلامية وأن يتراجع الآخرون الذين بتغييبهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية إنما يسعون إلى إفشال هذا المؤتمر قبل أن يبدأ. تصر سوريا ومعها كثيرون على حضور الدبلوماسية الإيرانية في جنيف 2، الأمر الذي ترفضه الولايات المتحدة وبعض حلفائها. طهران نفسها لا تبدي إصرارا على مشاركتها في جنيف 2، لكنها تنتقد بشدة عدم إشراك الدول المؤثرة. مؤتمر جنيف 2 من دون حضور الدول المؤثرة سيكون كحد أقصى مجرد عرض تلفزيوني. نحن نشدد على أن الحل في سوريا سياسي فقط، وأن على الدول المجتمعة في جنيف توفير الأرضية اللازمة لبدء حوار وطني سوري سوري يؤدي إلى وفاق وطني يقبل به الشعب السوري. يرجع المتوجسون من مشاركة إيران في جنيف 2 تخوفهم إلى احتمال تمسك إيران بمواقفها من الأزمة السورية واستمرار دعمها للحكومة السورية. أما المؤيدون لهذه المشاركة فيربطون إصرارهم بعدم وجود إشارات إيرانية تنبئ بالتزام طهران بنتائج المؤتمر في حال لم تدعى إليه. إيران لديها مقترحات لحل الأزمة السورية إذا ما كانت الدول الإقليمية والدولية تريد حل سلمي للأزمة السورية، ولكن بالتحديد بعض الدول مثل السعودية تريد أن تستمر هذه الأزمة إلى ما في بدون نهاية. حديث الدبلوماسية الإيرانية يترافق مع خطوات عملية تترجمها طهران بجولة إقليمية يقوم بها وزير الخارجية الإيراني حسب ما علمت الميادين خلال الفترة المقبلة إلى عدد من دول المنطقة تركز على أوضاع المنطقة والأزمة السورية. ليست التحضيرات لمؤتمر جنيف 2 هي وحدها ما تنسقه طهران ودمشق، فهنا الحديث عن سوريا يتجاوز حديث السياسة ليصل إلى دعم إيراني لسوريا على كافة المستويات، وتبدو الأزمة السورية صراع محاور وإرادات. حازم كلاس، طهران، الميادين. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. فيما يستعد الجيش العراقي لخوض معركة الفلوجة، دعت الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش التي تسيطر على المدينة، دعت الذين يقاتلون القوات الحكومية إلى عدم إلقاء السلاح، بينما جدد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي دعوته لعشائر الفلوجة لإخراج القاعدة من المدينة، متعهدا بعدم استخدام القوة فيها إن التزمت العشائر بتعهداتها في طرد الإرهابيين من المدينة. الهدف ذاته والفاعل ذاته، لم يتغير سوى المكان، هذه المرة في مدينة الفلوجة العراقية حيث عاث فيها الإرهاب دمارا وهجر أهلها من بيوتهم. وبحسب معلومات فقد توصلت العشائر ورجال الدين في مدينة الفلوجة إلى اتفاق مع الجيش ينص على إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطريق أمام الأرتال العسكرية ودعوة المواطنين للعودة إلى منازلهم. كما عزز الجيش العراقي تواجده في محيط مدينة الفلوجة ونشر دبابات ومدفعية عند مداخلها الثلاثة بحسب مصادر أمنية. الحكومة العراقية تمد يدها لأهالي الفلوجة طالبة التعاون معهم. أدعو أبناء الفلوجة وشيوخ العشائر الكرام جميعا على ضرورة التوحد في الموقف وعلى ضرورة رفض وجود هؤلاء الأشرار بينهم، لأن الفلوجة يكفيها قد دخلت في أكثر من حرب وتدمير. لا نريد لهذه المدينة أن تعاني أبدا، ولن نستخدم القوة ما دامت العشائر تعلن استعدادها لمواجهة القاعدة وطردهم. المالكي أبدى استعداد الجيش للوقوف بجانب أهالي الفلوجة ولكن بشروط. لكننا نريد منهم حركة تسحب البساط من تحت أقدام هؤلاء الأشرار ليخرجوا خارج المدن حتى يكونوا هدفا لأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة ومطاردين من قبل أبناء الشعب في الأنبار والفلوجة. أدعوهم إلى ضرورة التوحد
واتخاذ المواقف التي تمنع أي تدهور في الوضع الأمني العام. أينما يحل الإرهاب يحل التشرد وتخلق الأزمات، فها هم أهالي الفلوجة يعانون نقص مواد الطاقة والسلع الرئيسية. صارت عمليات يعني عشوائية، الضرب عشوائي حقيقة على المنازل، على البيوت، على الأطفال، فإحنا خفنا على عوائلنا، خفنا على أطفالنا وطلعنا من المدينة. جمعية الهلال الأحمر العراقي وزعت المساعدات الإغاثية للهاربين من عنف الإرهاب في الفلوجة. أكثر من 10 سنوات والعراق يدفع ثمنا غاليا من الغزو الأمريكي إلى الغزو الوهابي، معارك وصلت حد الحرب، والعراق يحصي باليوم والساعة عدد الذين سقطوا ويسقطون في حرب طال أمدها. يعقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعا مغلقا في لاهاي بعد ساعات لبحث خطة تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، وذلك بعد نقل الدفعة الأولى من العناصر الكيميائية على متن سفينة دنماركية إلى المياه الدولية عملا بالاتفاق القاضي بتدميرها. على متن سفينة دنماركية نقلت أول دفعة من الأسلحة الكيميائية السورية من موقعين إلى ميناء اللاذقية، هذا ما أعلنته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان أكدت فيه أن السفينة ترافقها قطع بحرية قدمتها الدنمارك والنرويج وأيضا الجمهورية العربية السورية لتأمينها. البيان أشار أيضا إلى أن السفينة ستبقى بالقرب من الساحل في البحر بانتظار وصول مواد كيميائية إضافية ذات أولوية إلى الميناء، وبالإضافة لسفن قتالية روسية ودنماركية ونرويجية تشارك في تأمين عملية شحن الأسلحة الكيميائية. وصلت فرقات تابعة للبحرية الصينية إلى ميناء ليماسول في جنوب قبرص للمشاركة أيضا في مرافقة شحنات الأسلحة الكيميائية إلى ميناء إيطالي ليصار إلى تسليمها لسفينة أمريكية لإتلافها في المياه الدولية. الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رحب بالنجاحات في تقدم جهود المجتمع الدولي في قضية إتلاف السلاح الكيميائي السوري، مشيدا بعمل المنسق الخاصة لبعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة سيغريت كاغ وفريقها في أصعب الظروف. ظروف وإن حالت دون إتمام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لالتزاماتها بنقل المواد الأكثر خطورة من سوريا قبل نهاية عام 2013، إلا أنه وفي ذات الظروف استكملت الجمهورية العربية السورية كافة التزاماتها بتسليم مخزونها من السلاح الكيميائي في الموعد المحدد. تستمر الاشتباكات والمعارك العنيفة بين كتائب وفصائل المجموعات الإرهابية. ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام تصاعد تهديداتها عبر تسجيل صوتي للناطق الرسمي باسمها أبو محمد العدناني، بينما أبو محمد الجولاني قائد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يعمل على الوساطة بين المتقاتلين للتهدئة رغم اشتراك الجبهة في المعارك الماضية. هذا كله وسط تهديدات من داعش والجبهة الإسلامية لأعضاء الائتلاف في الخارج باستهدافهم بسبب عدم قدرته على الوصول إلى موقف من المشاركة في مؤتمر جنيف 2. الإرهاب يصفي نفسه في هذا التقرير. لقد فجعت الأمة بما قد حل من اقتتال داخلي بين الفصائل المجاهدة في الأيام الماضية، رغم استغلال بعض الأطراف الخائنة للحالة الراهنة لتنفيذ مأرب غربي وعليه، فإن القتال الحاصل نراه في غالبه قتال فتنة بين المسلمين. فتنة لتنفيذ مأرب غربي، كلمات وصف بها أبو محمد الجولاني قائد تنظيم جبهة النصرة التابع للقاعدة حالة الاقتتال بين فصائل المجموعات المسلحة. جبهة النصرة التي شاركت في هذه المعارك يضعها الجولاني موضع الوسيط بين طرفي الصراع الأساسيين، الدولة الإسلامية في العراق والشام والجبهة الإسلامية لوقف الاقتتال. معارك عنيفة وتصفيات وإعدامات جماعية، داعش تهدد وتتوعد بسحق مقاتلي الجبهة الإسلامية وحلفائها ومن أسمتهم بسخوات الشام، وفيما أكدت إصرارها على قتالهم نشر مقطع فيديو يظهر رتلا لمسلحيها يتجه من الرقة إلى حلب حيث تشتد المعارك فيما بينهم. الله أكبر. سوى الدولة الشرقية، الدولة الإسلامية في العراق والشام باتجاه حلب لدك الصحوات بإذن الله.
زهران علوش قائد ما يسمى بالجبهة الإسلامية أطلق إعلانا عن طلب الهيئة العسكرية للجبهة بإدراج المشاركين في مؤتمر جنيف على لائحة المطلوبين، فيما أعلن أيضا أبو محمد العدناني الناطق الرسمي باسم داعش في تسجيل صوتي له أن أعضاء الائتلاف المعارض باتوا هدفا مشروعا للتنظيم، وتأتي تهديدات داعش والجبهة الإسلامية لأعضاء الائتلاف على وقع خلافات كبيرة تعصف به منذ بدء اجتماعاته المخصصة لدراسة الموقف من المشاركة في مؤتمر جنيف 2. العدناني أيضا في كلمته المسجلة وجه الدعوة بالتهديد للتوبة عن ما أسماها حرب المجاهدين. ندعوهم للتوبة وإعلان الكف عن حرب المجاهدين والتبرؤ من نصرة وإعانة الرافضة الحاقدين، ومن فعل منهم ذلك قبل القدرة عليه فله منا الأمان. وفي خضم كل هذه التناقضات ومعارك التصفية والجرائم التي ترتكبها هذه المجموعات الإرهابية، الجولاني يقول محذرا وداعيا لوقف الاقتتال إن قتل المؤمنين بشكل متعمد يحذر الله منه، وهو تناقض مع ممارسات تنظيمه ما يثير الاستغراب. فقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ويبقى السؤال هنا: هل كل من قتل في سوريا على يد النصرة وغيرها هم من الكفار؟ وتحت أي بند من أي قانون حكم عليهم؟ سؤال قد لا يجيب عليه الجولاني المنشغل بحرب داعش والجبهة الإسلامية المنشغلتان بتهديد الائتلاف المنشغل بدوره بالذهاب إلى جنيف 2، عل الجواب يخرج من قاعة المؤتمر فيدين كل هؤلاء. مؤتمر لدعم الإرهاب في مدينة السلام جنيف السويسرية يأتي قبل أيام من انعقاد مؤتمر السلام حول سوريا المقرر في 22 من الجاري. كاميرا سماء دخلت دون دعوة طبعا ورصدت بعضا من أجواء هذا المؤتمر. مؤتمرا إسلاميا وهابيا تحريضيا، المكان ليست العربية السعودية ولا دول الخليج ولا أي دولة إسلامية، إنها إحدى أرقى الدول الأوروبية وعاصمة صناعة السلام في العالم، جنيف سويسرا. كاميرا سماء المتواجدة في جنيف ورغم شراسة وخطورة هؤلاء الأشخاص دخلت متخفية لرصد ما يجري هناك وأطلاع المواطن السوري كيف تتم عمليات التمويل ودعم الإرهاب والتحريض على السوريين. بعيدا عن مكان الحفل وحرصا على سلامة طاقم قناة سماء أجرينا اللقاءات التالية. كنت أتوقع أن هذا المؤتمر يحضرون فيه المسلمين من جميع الأطياف، فعندما وصلت إلى القاعة المؤتمر فوجئت وكأني في أفغانستان. وجدت جميع الحاضرين يرتدون لبس الأفغان وأذقان طويلة. عندما بدأ المؤتمر كان المؤتمر هتافات تشبه هتافات الأرهابيين في سوريا، وهو التكبير التكبير. أيضا لاحظت أن توجد ثلاثة أعلام، العلم الأول إلى جبهة النصرة، والعلم الثاني إلى ما يسمى بجيش الشام، والعلم الثالث إلى ربع العدوية. طبعا كانوا محاضرين من جميع الدول، من ضمنهم طبعا كلهم من السلفيين والوهابيين. صدمت بما رأيته من أناس لم أشهدهم من قبل في جنيف عاصمة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فوجدت أن هنالك أناس بأشكال أشبه بالمخيفة، زقون كبيرة ولحى طويلة، فعلا لم أجدها من قبل في جنيف. فعراب الحفل هم الكثير من المملكة العربية السعودية بالأخص. علينا ألا ننسى ما يجري في سوريا، علينا ألا نبقى مكتوفي الأيدي في بيوتنا وفي قاعات جلوسنا أمام التلفزيون، علينا أن نفكر جميعا في مساعدة الشعب السوري. بمكان لا يبعد مئات الأمتار عن مقر هيئة الأمم المتحدة في جنيف، حيث يتم التحضير لعقد مؤتمر السلام في سوريا، كانت تجري عمليات التحريض والتمويل للإرهاب وتحت أعين وحماية الشرطة السويسرية. فراس مارديني، تلفزيون سما، جنيف سويسرا.
عمليات اتسمت بالدقة في ريف دمشق، قضت قواتنا على أعداد من الإرهابيين ودمرت أدوات إجرامهم، وذلك في شارع الجامع الكبير بحي القابون ومزارع عالية في منطقة دوما وفي عدر البلد ويلدا وببيلة، في حين تم العثور على نفق في المدخل الشمالي لمخيم اليرموك. كما تصدت قواتنا لمحاولة عصابات إرهابية تسلل من مزارع خان الشيح باتجاه الحواجز العسكرية في دروشة، وأوقعت معظم أفرادها قتلى ومصابين، في حين تم العثور على أجهزة اتصال حديثة وأجهزة بث فضائي وذخيرة متنوعة غرب مقام السيدة سكينة في دارية. وعلى الطريق العام في يبرود، قضت قواتنا الباسلة على إرهابيين بينما تم العثور على أسلحة متنوعة في المزارع الغربية لبلدة قارة. في ريف حمص استشهد شابان اثنان على طريق المشتاية لحواج نتيجة اعتداء إرهابيين تسللوا من قرية الحصن على سيارتهم. جريمة مروعة ارتكبها إرهابيو جبهة النصرة بحق المواطنين العزل من أبناء منطقة وادي النضارة بريف تلكلخ، حيث تسللت عصابة إرهابية من بلدة الحصن إلى طريق المشتاي واعتدوا على سيارة مدنية فجر اليوم، مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخر. اليوم قتلوا واحد الصباح الساعة 1:30، قتلوا شابين، شاب قطعوا له راسه وشاب أسعفوا الشباب على المشفى. اللي عم يصير انه في مجموعات ارهابية تكفيرية عم تنزل من بلدة الحصن، عم تتسلل، بتنزل ترتكب المجازر وتعتدي على المواطنين الامنين. مجموعة تكفيرية ما فيني اوصف لك اياها، بلا شرف بلا اخلاق، ما في ديانة بتحلل الذبح اللي هو عم يرتكبوه. انا قريب الشهيد اللي استشهد امبارح على طريق المشتاي اللي قطعوا رأسه المسلحين من الحصن. هاي جريمة نكراء بشعة ما بيقوم فيها إلا الإنسان التكفيري الوحش أو المتوحش. هو الحقد الأسود وحب الدم يدفع هؤلاء الإرهابيون إلى قتل الأبرياء، لكن الشعب السوري سيبقى صامدا في أرضه مهما تعاظم الإرهاب. أكدت اللجنة الشعبية الفلسطينية في مخيم اليرموك في بيان لها أن المجموعات الإرهابية أحبطت محاولة القوى الفلسطينية إخراج الحالات الإنسانية الصعبة من المسنين والمرضى وطلبة الجامعات من مخيم اليرموك، وذلك بإطلاق الرصاص على عناصر الإسعاف واللجنة الشعبية، ما أدى إلى إصابة مسعفين. وأضاف البيان أن اللجنة تدعو جميع القوى الوطنية الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل وضع حد نهائي لتمادي تلك العصابات التي سبق وأفشلت مبادرة الحل السلمي لأزمة مخيم اليرموك. وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندا الشماط بحثت مع وزير العمل الفلسطيني أحمد مجدلاني سبل إيصال المساعدات الإغاثية إلى الأهالي في مخيم اليرموك والأسر المهجرة منه جراء الأزمة في سوريا. وأكدت الشماط ضرورة وضع خطة عملية وآلية تنفيذية لإيصال المساعدات الإغاثية عبر معابر آمنة لأهالي مخيم اليرموك للحصول على احتياجاتهم الأساسية. الوزير مجدلاني أكد أن المجموعات الإرهابية في المخيم تتعاطى مع المخيم كرهينة سياسية بغية توظيف ذلك بشكل سياسي على المستوى الإقليمي، محملا إياها مسؤولية عرقلة وصول المساعدات إلى الأهالي، ومؤكدا الحرص على التنسيق مع الجانب السوري لتسهيل إدخال المواد التموينية والإغاثية والطبية إلى المخيم. آخر الأخبار الاقتصادية الآن مع شارلوت. مساء الخير شارلوت. مساء النور. شكرا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى الاقتصاد، ولكن بعد الشارع. أوضحت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه سيتم قريبا توقيع خط ائتماني بين سوريا وروسيا، مشيرة إلى تجربة ناجحة في هذا المجال وهي الخط الائتماني بين سوريا وإيران بقيمة مليار دولار، وكذلك التسهيلة المقدمة من إيران في مجال تأمين المشتقات النفطية إلى سوريا بقيمة فاقت 3 مليارات دولار. وفيما يخص الصناعة والآلات التي يمكن لسوريا أن تستوردها من روسيا
بينت وزارة الاقتصاد أن سوريا تحتاج إلى كل المقومات الصناعية الأساسية بعد التخريب الذي لحق ببنيتها الصناعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تحتاج لها في مرحلة إعادة الإعمار أو بداية الإعمار تحديدا، مع إمكانية تسويق بعض الصناعات النسيجية السورية في روسيا لبعض المصانع التي بقيت تعمل ومستمرة بالإنتاج. أوضح رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جسماتي أن الليرة الذهبية السورية سيتم طرحها في الأسواق المحلية خلال 10 أيام وبكمية 5000 ليرة ذهبية، وستكون كل ليرة مرفقة بشهادة من جمعية الصاغة يشرح بها مواصفاتها. وبحسب جسماتي فإن الليرة الذهبية ستكون طبق الأصل عن الليرة السورية، وهي موحدة في جميع المحافظات، متوقعا أن يكون لها رواج كبير، وذلك نتيجة التساؤلات الكثيرة التي طرحت على الجمعية من قبل الصاغة والمواطنين، كما أنها ستنافس الإنجليزية والرشادية من حيث الطلب في السوق. السوريون أمام أزمة جديدة زادت من عبء الأيام القاسية التي يعيشونها منذ بدء الأزمة، وهي تقنين الكهرباء، فبدأوا برحلة البحث عن أديسون جديد ليخترع لهم بديلا يعيد النور، ووجدوا الحل في المولدات الكهربائية التي باتت أسعارها تفوق الخيال. بات هذا الصوت واقعا مألوفا جدا ككل أصوات المدينة التي اعتدنا عليها يوميا، ولكن يختلف بمواعيد توقيته بحسب مواعيد التقنين المعتمدة لدى وزارة الكهرباء، وأحيانا قد يسمع هذا الصوت يوما كاملا إذا تجاوز الموضوع التقنين المعروف إلى الاعتداء على خط غاز أو محطة توليد. أسعار في عنا نحن أسعار من 10,000 إلى 11,000 تقريبا للاستطاعات الكبيرة، يعني كل واحد بياخد طلبه وحاجته. في قطع كهرباء منيح بتعرف، يعني ما عم يخلوا لا محطة ولا عم يخلوا شيء. الشواحن الصغيرة اللي بيالي اللي بالإيد اللي تستخدم بالإيد، بس هذا المطلوب يعني بالسوق كله. واليوم أكثر من أي وقت نشطت سوق المولدات أكثر من غيرها نتيجة طول ساعات التقنين وكونها البديل الأنسب في أوقات الدراسة، إضافة إلى أنها تلبي حاجة المعامل والمحلات التجارية. فإذا كنت من أصحاب الدخل الجيد فيمكن أن تختار المولدة التي تتراوح أسعارها من 12,000 إلى 40,000، وإذا كنت من ذوي الدخل المحدود فيمكن أن تختار الشاحن الذي وصل سعره إلى 1,000 ليرة سورية، وإذا كنت غير قادر على كل ما سبق فعليك بالشمعة التي هي الأخرى ارتفع سعرها كثيرا في الآونة الأخيرة لتصل إلى 200 ليرة سورية. شاحن ايش بدنا نستخدم؟ بس لمبة شمعة هاي يلا. بنستخدم شمع وشواحن، ولا جبنا بطارية للراوتر، يعني نشوف قدر الامكان نقدر ندبر حالنا، لان ما بتجي الكهرباء. والله عن جديد جبنا بطارية ولمبات هيك وصلنا هون بتنشحن بس تجي الكهرباء. الانقطاع المستمر للكهرباء فرض على الناس بدائل كثيرة لتنوب عنها، والمواطن السوري ذكي بالتأقلم مع كل جديد حتى وإن كان هذا الجديد أمرا ثقيلا ومتعبا بالنسبة إليه، لكنه لا يدع لليأس طريقا. بيّن مدير محروقات دمشق سهيل نخلة أن عدد طلبات التسجيل على مادة المازوت في مراكز المحروقات قد تجاوز 100,000، منوها بوجود 10%، أي ما يعادل 10,000 مواطن اعتذروا مؤخرا عن استلام المادة. وأشار نخلة إلى أنه تم وضع برنامج خاص لإدخال مادة المازوت عبر جالونات وسيارات جوالة ل35 منطقة في دمشق بمعدل 20 لترا في كل جالون. وذكر نخلة أن كمية البنزين التي تم تأمينها للمحطات وصلت ل800,000 لتر يوميا، لافتا إلى أن مادة البنزين لا تزال ضمن المواصفات القياسية السورية، وأي شحنة مخالفة لهذه المواصفة لن يتم استلامها أو دخولها.
أوضح مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب موسى نواف علي أن لدى المؤسسة مخزونا من القمح يكفي حاجة سوريا لمدة عام، ما يمثل المخزون الاستراتيجي، ويتم استيراد حاجة سوريا من القمح وطحنه للاستهلاك اليومي دون أي تأخير. وأكد علي على أن عمليات الاستيراد قائمة حاليا، والكميات المتعاقد على توريدها للعام الماضي بلغت 2,400,000 طن قمح طري، تم استلام كمية منها تقدر 1,700,000 طن والباقي قيد التوريد.